يا الله السلام عليكم ورحمة الله. اليوم شلون عندنا بضاعة 60 زوج بس 2 كارتون، الزوج الواحد $5.50. ليش؟ هذه ماركات صينية أحذية نسائية جودة عالية، الزوج $5.50 60 زوج فقط. تعالوا شوفكم البضاعة بعض. ماركات صينية هذه أحذية نسائية قياسات 35 إلى 40. تعالوا نرجع كل شيء بمكانه حتى نفتح أزواج غير هذه. بسم الله ما شاء الله شلون بضاعة تدوخ تدوخ ما يدوخ. شوف بضاعة جديدة ما بيها أي مشكلة، هذا ما لكم شغل، بس هذا شوية بيوساخة وشلتها. هذه ماركة صينية، هاي العلامة مالتها. شوف شي راقي، حتى التغليف مالته الكارتون مالته بس 60 زوج، ما عندي بس دني 2 كارتون. أنا بس أدعي يا رب تكون البنة مشغلة التصوير هاي الصينية، خاف أحكي أحكي وتطلع ما مشغلة التصوير وتصدمني. بس خلنا نتأكد. إيه شوفون البضاعة، شوفوا الشغل، الخياط مالتها، الشكل، الموديل، شروة صغيرة بس 60 زوج 2 كارتون. صار هدوء شنو السالفة. هذا بنفسجي وهذا بنفسجي. أنا قبل شوية سويت بث على الفيسبوك ونسيت أرجعهن مكانهم. أوه بعد القاعدة مالته شلون حلوة. رجع مثل مكان ورجع بكارتونته. رجع مثل مكان ورجع بكارتونته. كل البضاعة نفس الموديل نفس الماركة، لكن الكراتين العفو الموديلات الألوان مختلطة. يعني مثلا هسه هذا وهذا نفس الماركة، لكن الشكل الديزاين شوية مختلف. شوف الشغل مالته بعضه جميل جميل صراحة جميل. شكرا يا جميل. نرجع مكانه. يلا اللي يريدها شايف ألف خير، قياسات نسائي من 35 إلى 40 بس 60 زوج. هاي 2 كارتون، هذا الكارتون بي 30 زوج وهذا الكارتون بي 30 زوج. أرجع كل شيء بمكانه. إيش قد قياسه هذا؟ قياسه 230 قياسات صينية 230 يعني 36 يمكن ما متأكد. المهم قياسات من 35 إلى 40 وكلها ماركات، هذه كلها ماركات صينية. البضاعة كلش حلوة وخلصت الطاقة الحمد لله وشكر. خدمناكم وشوفناكم أرقى بضاعة اليوم. شوف عم الشان حلوة. والسلام عليكم ورحمة الله. نشوف الرزق اليوم ايش راح نستفتح، شنو اول شر وراح تنباع. شوف راقي كارت مالته، على فكرة هاي موديلات جديدة. شوف التصنيع مالته، تصنيع مالته 11/12/2000 او صار له سنة، اي 11/12/2021. لا كلش جديد، لا مو جديد. قبل شوي طلع عندي واحد مكتوب عليه 2022 ما اعرف ليش. والى هنا تنتهي جولتنا بس 2 كرتون، هذا كرتون وهذا كرتون وخلصت الشروه. والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا المصور خلف الكواليس. تجيني هذا هو مستودعنا، صحيح شويه يعني مخربط لكن نبذل كل ما في وسعنا. والسلام عليكم ورحمه الله.